الجانب الإنساني عنده رائع جدا، كان أب، كان كل حاجة حلوة في الدنيا يعني. دموعه قريبة، ضحكته قريبة، إحساسه بالحيوان قبل الإنسان عالي جدا. كلام اللي بيتقال ده مش مبالغة، كان إنسان طيب جدا وأشرس مقاتل. حتى أعدائه اللي هو بيحاربهم في سيناء ما كانش بيكرههم، هو كان بيدافع عن بلده بس. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفهوش، ما تحسش أبدا بوجوده مع إنه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا، وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب. فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت اكيد سايبه ما بيننا ده الدنيا سيان. استشهاد احمد بقى نقطه مؤثره جدا في حياه الاجيال اللي احمد كان مهتم بيها وهو عايش. هفضل احكي عنه لاخر عمري لحد ما اقدر. يا رب اسمك ده يخلي الناس تعرف قيمه بلدها، انت الدم اللي دفع في البلد دي. النهارده جمعنا عشان نعمل جناح في مستشفى 500 صدى على روح منسي، لانه لو كان لسه عايش وسطنا كان اول واحد هيدعم المستشفى اللي خلاص مبانيها خلصت، وكان هيشجع الناس انها تتبرع عشان المستشفى تتشطب وتجهز. جناح منسي في مستشفى 500 اقل حاجه نقدمها للمرضى في حربهم ضد السرطان، ووسيله نبيله نخلد بيها ذكرى بطل وشهيد من شهداء الوطن عشان الاجيال اللي جايه تعرفه. مستشفى 500 يا رب دايما متجمعين على الخير.